زهرة البني. أنا زهرة البني. أنت زهرة؟ لا يا مودي كرني مالكي بتار. تفضل. بارك الله فيك. أنت محمد صالح بالحسين؟ أي نعم يا مودي. وين البريدة اللي معاك؟ هايك عند الطبيب. الحالة نتاعها صعيبة شوية بصراحة. أولا تعبة. والكبر بتاع السن الله يجزيه خير، يعني الكبر هو بزاد مخ ياسر. الله ما شو أقول لك، هالزهر طبها قبلي 8 طبها دكتور. آه 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 8 طبها، يعني ظهرها تعبة لازمها، ما فهمتش أنا. وحساسة، فيها حاجة حساسة ما تحملش ياسر البخس. بخس زيد خلينا نشوف الحمل، ترى وريهولي منفض الحمل منفض حساس ووصل الكلام حد التجريح كذا. ان شاء الله لاباس، ما نكون احنا نزيدو نشوفو الراديو نتاعها مع سي قبالي. التصوير في الراديو شنو برضه؟ الرئيس دكتور عندها رئيس اللي جابوها الله عندها ترش برشا ساكتة، ما ثماش رئيس. لا ساكتة ما عندهاش. ما معرفة حلاوتها تبدا ساكتة، خاطر كي تتكلم يكون شي تصندو ايش ياسر. ترعش برشا ترعش برشا. ثم الزرع قبوكم تاع 120 اللي حاطينهم في الصيدلية تاع تجيبي نزرق لها، هاك مكتوب على الشجاعة نزرق لها شوية شجاعة، مش ما تواكب الوطن وتواكب الديمقراطية. يا مخ ياسر ثقيلة طرف ضيور تمشي حركوا ما تخلوش مش تبركوا في الضربة تزيدوا تبركوا عليها. وشو شكون معاه؟ شو عندنا طلع هاي؟ ها النبار ريتو النبار هذيك يجي 50 نبار في وسط المؤسسه تاعهم يعملوا كوكب. ما خلوش التطور. لا الحقيقه ما خلوش التطور بكل. قلنا الصوت نتاعها صوت القح. مش نقول لك انا بصراحه تما جبت لي مخريس الكحان هذا بالنسبه كانوا فهمت المواطن لابد انه كح. وكانوا فنان انا بشي يتعدى في التلفزه لابد انه كح، يعني الكح موجود وحاجه عاديه جدا بالنسبه للتلفزه. تكحي بالبعد انت كح يلزمك تكح باش تفرج هكاك. طب باش نعمل كوارة جدد يبداو في ديبي دو سيمان الجمعه هذه خير كوارة تولي تتفرج كامل الحاجات اللي تدفع لهم. عندك ثلاث حاجات بركه بلاش، اللي هو الاخبار النشره الجويه والاذان، هذو بلاش. الباقي تدفع تفرج ما تدفعش كل بورتابل ساكت تأخرت مخاطبكم عن الفرجة. والله الله أكبر شوش طلع لي شو ما فقش فوق. شفت التحليل طلع لها المزود. المزود طلع لها نورمالمون المزود في الباهي يعني 0.2.10 عندها 5.40 مزود طلع. شو هذا فرق؟ شو هذا؟ شو رسول الله تلفزك شو؟ ها راقب البيجامال وخلص. يعني شيء غريب، أنت قاعد تخلص على التلفزة؟ إيه يعني خلص. وين فهم؟ كالعادة ستيك. تحكى على سكرت الضوء بالله يسامحني ما تخلينيش برشا، لأنه سكرت الضوء الناس الكل تدفع، مثلا ما يتفرجش، تو بالله يمركز الشرطة. يخلص في سكرت الضوء، ما فيها ست بقى. عنده تلفزة. ولا ولا. وجامع. فيها تلفزة جامع. لا ما فيش، لا ما فيش. سامحني. تسخن شوية. بردة. عندها برد فريكو. ما انا نعرف فريكو جبت لي فكره. طلع عليك الفريكو اول انك البرامج البيت الكل ها ما عادش تفسد فهمتي. هاك اللي عاودوا فيها هذيك مسلسل ساعات تلقاه يعاودوه في الجمعه 40 مره وزيد عاودوا العام الجاي والعام اللي بعده حتى العام 4 5000 عاود عاود تلا مات شويه كبير عاود عاود مره عداوة. شو اسم خويا؟ شو اسمك خويا؟ محمد صالح. عايشك يا محمد صالح. لاحظت استوى عنده يمكن جمعتين ثلاثة التالي تعرف ايش عاودوا؟ صلاة الجمعة عاودوها بالحد. ايه علاش ما عاود عاود؟ ايوا نحيوا لك ايش نجموا نحيوا؟ كنا نحيوا الكرة ممكن نحيوا لك الكرة. لا كرة لا مش شرط كيف الكرة؟ علاش؟ المزو نحيه؟ لا بعد الكرة ما تفرجش المزو تقدم باش نوسع شوية بالي وننسى كرة القدم ونكرة القدم. اوكي خلتين بيت العملية دي من ناحية القلب نتاعها وفم فم الفرد نتاعها سبب الكل. اللي لازم لازم. عايش لازم لازم. قداش لازم تدفع؟ ما هو بالخسارة. تدفع تتفرج ما تدفعش. لما حاجة
حاجة لقيتها في التلفزة فقط بات كان دو زلك جبت المراقب هذيك نحية ها؟ نحية 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 شكون؟ بلدية تعمل النحية يشبك في البلدية شنو رايك في البلدية؟ والله نشكر عم احمد القدري وخالتي وفاطمه وزهر وجيهان وامي بلدية وكمال بلدية التلفزه التلفزه كاميرا التلفزه جاتنا نشوف الدور التلفزه نتاعهم باهي لا بتاع المواطنين اتعاش عشوين يعيشوا في الغابه في البحر حقيقه صرت ولا طول ضايع برني ضاير ومشي كاميرا مع برك قدامي عاد هبطوا في الماء 80 كيلومتر لوطو يصور هو كزيادة طالع ناخذوه وربي يستر تفكوا من عيونه ثم ماشي جاي قدام القناة نتاعهم أسمعت لختك أنك أنت باهي وتحبني يا برني خلنا ترسم أسمعت ثم قناة طالبة صفاق جي ها راني نصفق شوف بالنبي ويبسو ينعمل لك النجح مش يلعب أسأل علي يا لك يا لك نجاح بالوقت أتحب نحكيلكم على البلدية تحيا المسؤولين ما في التلفزة تعدى تحيا المسؤولين وتحيا البلدية ويحيى هذاك النائب تاع البلدي ويحيى المسؤول هذايا باهي هكاك اطلعوا به بلاش من بعد بلاش صار بلاش هي جايبيني في التلفزه بلاش برنامج هذايا شو قداش تبيعوه ما نعرف حد برجولي لا بلدي ولا حاضري باهي نشريو مع البلديه وقت الانتخابات نبداو نشريو للصباح انا واحده من الناس اللي ما نعرفش نرقدوا سي وفات الانتخابات كل حد شد بلاستو مليتوش تلبزة شعمل وعائلة تتفرج عمل لك يا جماعة نخدموا حتى الماضي ساعة صنزينيك هرجعوا قدوة وين الخامة بتاعك تعرفوا بكلمة دبران عشير يا قهواجي يا قهواجي يا قهواجي ايش بيك توجيهك السيد للدار مش هذه قهوته اما لا ليه قهوته قهوته باش يدخلونا نخدموا هاي القهوه وسير يدخلنا نخدموا من نارك لول مترسم وعندك أقدمي وانت اتناش نسنة خدم ويطلب علينا برشا يطلب 3 كيلو مترسم برشا أخوي 3 كيلو فما شكون قال زوز كيلو الدخل بتخدم زوز كيلو أظن ذاك قبل ما يغلى المزود زوز كيلو ومية يعني الزوز كيلو مية بتاعك شو بش تززيه هو الزوز كيلو مية وززي بالصحة الخدم تززي الشاوش شوية منه شوية منه شي تترسم زوزو ميتين زوزو ميتين ما ظهر ليش زوزو ثلاثة نسألوه نشوفه سينو عندي حكاية أخرى غدوة نقوم بكر ونشدوا الصف ونعديو الكس تاني